بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين، مدارس الهدي المحمدي، برنامج التعلم عن بعد، طبعا ومادة الكيمياء للصف الأول علمي. راح نتابع أعزائي الطلبة مع تفاعلات الإضافة للألكينات. في الحصة السابقة أخذنا إضافة الهيدروجين اللي سميناها عملية الهدرجة إلى الألكينات، شفنا كيف أنه الألكين بتحول من مادة غير مشبعة إلى ألكانات، هذه إحدى الطرق التي نستطيع منها تحضير الألكانات المشبعة من الغير مشبعة. والإضافة الثانية كانت للألكينات إضافة الهالوجينات اللي هي طبعا X2 عناصر المجموعة السابعة I2 BR2 CL2 F2، وطبعا شفنا إنه كيف من خلال إضافة X2 بنحول من ألكين غير مشبع إلى ثنائي هاليد ألكل، طبعا زي ما احنا شايفين كلها روابط أحادية من نوع سيجما. رح نتعرف اليوم على إضافة هاليدات الهيدروجين HX إلى الألكينات، والمقصود فيها بالضبط عندنا هاليدات الألكل تحديدا HI HBr و HCl، وهذول تعتبر أحماض قوية من الأحماض اللي معروفة لدينا. طبعا من خلال إضافة هاليدات الهيدروجين إلى الألكينات راح نشوف إنها هاي أول طريقة من الطرق التي يتم من خلالها تحضير ماذا؟ هاليدات الألكل، طبعا الصيغة العامة لها RX. خلينا نشوف الآن كيف تتم إضافة HX إلى الألكينات. طبعا إحنا نعرف إنه الألكين يحتوي على روابط سيجما ويحتوي على رابطة باي، وحكينا رابطة باي هي رابطة ضعيفة. إذا الآن أنا لما أضيف HX اللي هي راح عزيز الطالب الهيدروجين مع أحد عناصر المجموعة السابعة، وبنعرف إنه في هنالك فرق في الكهروسلبية بين الهيدروجين والهالوجينات، فبالتالي بنتوقع إنه مش زي ما أضفنا H2 رابطة تساهمية صرفة H أو X2 X مع X. الآن لدينا هون مركب اللي أنا بدي أضيفه للهالوجين للألكين عفوا، هذا يتصف بأنه بنطلق عليه مصطلح إنه إيش؟ مركب قطبي. أنا بدي أضيف جزء قطبي إلى مين؟ إلى الرابطة الثنائية في الألكينات. طبعا تنقسم الرابطة ما بين الـ H والـ X، وتنفتح رابطة باي وتضاف H و X كل واحدة إلى ذرة كربون، طبعا بعد كسر الرابطة مين؟ رابطة باي ضعيفة. وزي ما احنا شايفين صار عندي انا مركب من مركبات هاليدات الألكل. تمام، الآن راح نشوف عزيز الطالب ممكن انا عملية الارتباط ترتبط ذرة الهيدروجين الأولى مع السي هون، وكمان ممكن الإكس مع السي الثانية، وفي احتمال آخر إنه الإتش تروح مع السي اللي على الشمال، والإكس تروح تيجي وين؟ مع السين على اليمين. طبعا هذه الحالات هذه في اختيارات، ممكن الطريق الاحمر بالشكل هذا انه الاكس على اليمين والاتش على الشمال، او انه العكس انه الاكس على الشمال على اليمين والاتش على الشمال. على كل حال بغض النظر مين بيطلع معي في الحالتين، لو كان عندي انا نفس هذا المركب اذا حطينا اكس هون او هون راح يكون ايش؟ نفس الشيء. لكن راح نشوف انه هون في عندي انا ملاحظه جدا مهمه في عمليه الاضافه. شو هي؟ بقول لك او الحاله الاولى او الف، اذا كان الالكين متماثل، ولا راح نفهم شو يعني متماثل. المقصود بكلمه متماثل انه عدد ذرات الهيدروجين او مجموعات الالكل حول ذرتي كربون الرابطه الثنائيه متماثله نفس الشيء. في هاي الحاله ايش بتتم اضافه؟ بتم الإضافة ذرة الهيدروجين إلى إحدى ذرتي الرابطة الثنائية، وإضافة ذرة إكس إلى ذرة الكربون الأخرى دون تمييز زي الحالة عندنا هون. يعني أنا لو حطيت إكس بمحل الإتش والإتش محل إكس ما في خلاف. ليه؟ لأنه هون رح يكونوا مثل بعضهم بعض. حتى نفهم هذا الحكي أكثر وأكثر خلينا نأخذ أمثلة. أمثلة على ذلك أكمل التفاعلات الآتية ورح نراعي هاي العملية اللي حكيناها. الآن لو نجينا اطلعنا على المركب زي ما احنا شايفين هذا إيثين هي عندي سي مع ذرتين هيدروجين، والسي الثاني ذرتين هيدروجين. إذا اطلعنا على
الذرة اللي في الأعلى مع ذرة الكربون على الشمال هي تشابه الذرة على اليمين، كمان الذرة على الشمال من الأسفل تشابه الذرة على الشمال اليمين من الأسفل. إذا بهاي الحالة لما نجي نطلع على الرابطة الثنائية اللي تربط بين ذرتي الكربون، إنه المجموعات اللي حواليها اللي هي هيدروجين هيدروجين على اليمين شمال نفسها هيدروجين هيدروجين على الشمال، بهاي الحالة أنا إلي حرية وين أحط الـ H وين أحط الـ X. حطيت X هون أو اللي هي CL هون والـ H هون جائز، أو حطيت CL هون و H على هاي الجهة برضو جائز. إذا رح يطلع معي المركب زي ما إحنا شايفين، أيوة رح يطلع لنا واحد كلورو إيثان. لو حطينا CL هون برضو رح يظل اسمه واحد كلورو إيثان. طيب خلينا نأخذ مثال آخر. المثال الآخر التالي، طلع عزيزي الطالب أنا عندي هون الرابطة الثنائية هي ذرتي الكربون. إذا طلعنا على اليمين رح نشوف إنه أنا عندي هون CH3 على الشمال، على الشمال عفوا، على اليمين نفس الشيء. طب من الأسفل برضو CH3 وعلى الشمال نفس الشيء CH3. إذا هذه الحالتين حالة واحد واثنين بنسميها الكين متماثل. إيش يعني الكين متماثل؟ إنه الرابطة الثنائية اللي بين ذرتين الكربون المجموعات المرتبطة، لاحظ هون مجموعات الكل بينما هون مجموعات اتش، متشابهة في الحالتين. في هاي الحالة زي ما حكينا انه ال HX او HBR زي اللي حطينا هون، احنا انه حرية لما نفتح الرابطة من هون ومن هون نكسر رابطة باي، هاي بدها رابطة هاي رابطة، احط انا BR هون او هون راح يكون نفس الشيء. فاذا انا لي حرية الاختيار، فزي ما احنا شايفين حطينا BR هون، بالحالة اللي هون راح يكون عندي واحد اتنين حيكون عندي على اثنين البرومو، بينما لو مشينا حطيناها هون برضو راح تكون على اثنين البرومو، فما بيكون هنالك اي اختلاف في هذه الحالة. ناخذ كمان مثال. المثال التالي، لاحظ عزيزي الطالب اني انا ذرة الكربون اللي بتربط بالرابطة الثنائية على الاعلى هون CH3، ايضا على الاعلى CH3، من الاسفل في H برضو في H، إذا برضو هذا بنسميه الكين متماثل. هاي الرابطة الثنائية تربط بين ذرتي الكربون على اليمين H وعلى اليمين H. نلاحظ تنتين هيدروجين تحت وتنتين CH3 للأعلى. إذا برضو هاي بنسميها رابطة إيش مالها؟ أو الكين متماثل. الرابطة الثنائية تربط بين ذرتي كربون، وبالتالي بنطلق عليه مصطلح الكين متماثل. نفس الشيء هون، إلي حرية أحط الآي على أي ذرة كربون والاتش على اي ذرة كربون، فبيطلع معاي المركب زي ما احنا شايفين. لو بدنا نيجي نصنفه هون، انه لاحظ سي ارتبطت بالاي ارتبطت بذرة كربون، ذرة كربون اذا ها بكون الكين ثانوي، عفوا هاليد الكل ثانوي. برضه في الاعلى هون راح يكون هاليد الكل شو نوعه؟ ثالثي، هاي سي اتش سي اتش سي اتش 3 سي اتش 3، بينما في الحالة هنا راح يكون هاليد الكل اول. اذا بنلاحظ لما نضيف الاتش اكس إلى الألكينات ماشي وبتكون متماثلة، بطلع معي ألكين أولي وثانوي، ثانوي تحت وهون إيش؟ ثالثي، تمام؟ الآن الحالة الثانية، عند إضافة HX إلى ألكين غير متماثل. HX اللي هو زي ما حكينا هذا مركب قطبي، مش زي الـ X2 أو الـ H2، هذا المركب القطبي لما نيجي نضيفه إلى ألكين غير متماثل. شو المقصود بالألكين غير متماثل؟ إنه عدد ذرات الهيدروجين أو مجموعات الألكل حول ذرتي الكربون للرابطة الثنائية مالها مختلفة. شو مالها؟ مختلفة. في بهاي الحالة تتم الإضافة حسب قاعدة بنسميها قاعدة ماركوفينكوف. طبعا لماذا تنص قاعدة ماركوفينكوف؟ تنص على التالي، بحكي قاعدة ماركوفينكوف عند إضافة مركب قطبي، مركب قطبي زي HX HX عفوا أو H2O راح نتعرف عليها اللي هي جزيء الماء، هذول التنتين يعتبروا إيش؟ مركبات قطبية. إذا إلى الرابطة الثنائية في ألكين غير متماثل، شو القاعدة الآن؟ فإن ذرة الهيدروجين الـ H من المركب المضاف ترتبط بذرة الكربون اللي بتحمل العدد الأكبر من ذرات الهيدروجين. حتى نفهم هذا الحكي خلينا نأخذ أمثلة. باختصار يعني تضاف ذرة الهيدروجين إلى ذرة الكربون التي ترتبط بالعدد الأكبر من ذرات الهيدروجين. أمثلة أكمل المعادلات التالية. الآن لو جينا اطلعنا على
الألكين الأول زي ما إحنا شايفين، أنا في عندي هون في الأعلى CH3، بينما هون في الأعلى H، تحت H، تحت H. إذا بنلاحظ الآن صار في اختلاف، إذا هذا بنسميه ألكين غير متماثل نظرا لاختلاف مين؟ المجموعة اللي فوق عن بعضهم البعض، هون عندي H هون عندي CH3. بهاي الحالة لما أجي أضيف الـ HCl شو بدي يصير؟ حسب قاعدة مالكوفينكوف تضاف ذرة الهيدروجين إلى ذرة الكربون اللي بترتبط بالعدد الأكبر من ذرات الهيدروجين. باجي بتطلع أنا عندي هاي C وهاي C، هاي ارتبطت بهاي الجهة CHC مع كربون تحت H، لكن الذرة هذه الأولى اللي على اليمين ارتبطت بـ H وكمان بـ H، إذا هون أكثر H-ات. بهاي الحالة ذرة الهيدروجين لازم أضيفها لهذا الحالة لذرة الكربون اللي هون، والـ Cl منضاف إلى ذرة الكربون بهاي الجهة، وفعلا بيطلع معي هاي C إجتها ذرة الهيدروجين فصار مرتبطة هون ثلاثة، بينما هون الـ C الثانية لاحظت عندي هون هاليد الكل شو نوعه؟ ثانوي. تمام، طيب نشوف اللي تحت. اللي تحت إذا بتلاحظ عزيز الطالب هي عندي أنا هون H وهون CH3، وتحت هون برضو H وهون تحت CH3. فإذا أنا ذرة الكربون إلى الأعلى هذه اختلفت عن هذا، إذا لازم يكون أصلا تشابه بين الأولى والثانية، برضو هذه اختلفت عن هاي، إذا صار في اختلافين بهاي الحالة. إذا لما أضيف الـ HBr، الـ HBr رح تروح الـ H على ذرة الكربون عليها أكثر أتشات، لاحظ عزيز الطالب وهي الـ C تنتين هيدروجين بينما هاي تنتين كربون، إذا الـ H رح ترتبط هون تيجي على ذرة الكربون اللي على الشمال بينما الـ Br على الأولى، فبيطلع معي المركب كما إحنا نرى الآن. لاحظ عزيز الطالب هاي عندي أنا هون هاي C H ثلاث أتشات إجت هون، وأنا عندي هون تيجي إيش الـ Br. لاحظ هون عندي هاليد ألكين شو نوعه؟ ثالث. إذا في هاليدات الألكل الغير متماثلة بتعطيني هاليدات ألكل ثالثية. طيب ناخذ كمان مثال، ناخذ المثال هذا. إذا بنلاحظ عزيز الطالب إني أنا هون عندي برضه هاليد ألكل غير متماثل، هاي هون في عندي C عليها تنتين H بينما هون تنتين CH3، إذا هاي اختلفت عن هاي، اختلفت المجموعة اللي فوق كمان اللي تحت، إذا راح تكون الـ H ترتبط مع اللي على اليمين والـ I ترتبط على الشمال، وخلينا نشوف النتيجة. فعلا زي ما احنا شايفين هاي أنا عندي الـ C ارتبطت بثلاثة هيدروجين، وهاي الـ C لحملة الـ X لاحظها واحدة تنتين ثلاثة هاليد ألكل ثالثي. ولو نطلع على هذه الآخر واحدة راح نشوف إنه فعلا هاي كمان هاليد ألكل ماله متماثل، هذا هاليد ألكل متماثل هون إنه حرية الاختيار. الآن إذا ممكن نعمم الآن لما يكون في عندي ألكين متماثل ونضيف HX غير متماثل راح يطلع معي هاليد ألكل أولي وثانوي وثالثي، ولما يكون ألكين غير متماثل ونضيف له HX بعطيني بس ثانوي وثالثي. هلا نيجي إيش إلى إضافة الماء إلى الألكينات، طبعا في عندي وسط حمضي. الوسط الحمضي عبارة عن محلول حمض قوي H2SO4 أو بنشير له بأيون الهيدروجين، زي ما إحنا شايفين عندنا هون ألكين بنضيف اللي هو الماء، الماء بيقسم إلى قسمين، قسم OH عليها شبه سالب وهي هون شبه موجب، إذا هون الوسط الحمضي بنشير له دائما بالأيون الهيدروجين راح تنضاف ويصير عندي كحول، إذا هاي إضافة الماء إلى الألكينات في وسط حمضي بتعطينا كحولات، إذا الطريقة الأولى لتحضير مين؟ الكحولات. إذا نلاحظ أن الماء H شحطة OH مركب قطبي، لذلك عند إضافته يجب أن نراعي قاعدة ماركوفينكوف. أمثلة، أكمل المعادلات التالية. زي ما إحنا شايفين هون في عندي ألكين متماثل H2O راح يطلع معي الكحول زي ما إحنا شايفين إيثانول، بينما هنا راح يكون ألكين غير متماثل، إذا لازم الـ H بتيجي هون والـ OH بتيجي بالوسط، بتيجي عندي كحول ثانوي. طبعا هذا الأول كان كحول أولي لأنه متماثل، الآن راح يجي عندي بنلاحظ عزيز الطالب O H ارتبطت ذرة الكربون هي مع تنتين C، إذا هون إيش؟ كحول ثانوي، بينما في هاي المركب متماثل
رح يطلع معاي كحول ثانوي. آخر وحدة رح نشوف إنها غير متماثل، رح يطلع معاي الكحول الثالثي. إذا نلاحظ لما يكون عندي ألكين متماثل وأضيف الماء بيطلع معي كحول أولي وثانوي وثالثي، ولما يكون عندي ألكين غير متماثل بيطلع معي كحول ثانوي وثالثي. هيك بكون حصتنا انتهت عزيزي الطالب، اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.